الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الطب سلام وأمان، بالطب تعيش الأبدان، والطب دواء وشفاء، بالطب يزيد الإيمان، بالطب يزيد الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن. حلقة النهاردة أيها الأحبة في الله تتناول موضوع في غاية الأهمية، أصاب كثير من الناس، الصغير والكبير، النساء والرجال، مختلف الأعمار، يعني شباب وشيوخ وأطفال. موضوع النهاردة يتناول الصداع، أسباب وعلاج. ما جاء أقول كلمة صداع في حد ذاتها لابد من الناس أنها تعرف تعرف يعني إيه صداع، يعني هل هو وجع الرأس هو ده الصداع، ألم في الدماغ هو الصداع، هل الصداع كله نوع واحد، هل الصداع مكانه في الرأس واحد، يعني واحد يقول لك أنا مصدع في جبهتي، مصدع من فوق الرقبة، مصدع من عند وداني، مصدع مع درسي، هل الصداع دي ارتباط بالعصب الخامس؟ العصب الخامس ده عصب مخي، مش العصب السابع المسؤول عن حركة عضلات الوجه. الصداع هل سببه الضرس العقل المدفون، ولا سببه نقول الجيوب الأنفية وتعبها والوش، هل ممكن سببه يكون العين والنظر والنظارة اللي ضعفت، والنظارة ما بتضعفش، النظر ضعف عن النظارة، هل الأسباب؟ ده اللي احنا عايزين نتعرف عليه النهاردة بإذن الله تعالى. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة ونتكلم عن الصداع، أنا بقول لكثير من الذين يعانون من آلام الصداع، أقول لهم أبشروا أبشروا أبشروا، الله سبحانه وتعالى ما ابتلاكم إلا ليرفع قدركم عنده، أو يرفع عنكم بعض الآثام والذنوب لتتخلصوا منها في الحياة الدنيا قبل أن تلقوه سبحانه وتعالى. يعني إيه الصداع؟ الصداع بمفهومه الطبي هو آلام تحدث في الرأس بصور مختلفة. هل هي مرض في حد ذاتها؟ يعني بعض الناس يقول هل الصداع مرض؟ لا، الصداع عرض لمرض، عرض لمرض. يعني زي ما واحد يجي يقول بالظبط عندي ألم في رقبتي، هل ألم الرقبة ده مرض؟ لا، ده عرض، قد يكون في خشونة، قد يكون في غضروف في الرقبة. واحد يقول عندي ألم أسفل الظهر، ده مش تشخيص، يعني ده اللي بنعلمه للطالبة. اوعى تقول الراجل ده بيعاني من آلام أسفل الظهر، آلام أسفل الظهر دي هي مرض؟ لا، الآلام دي جت أعراض لأسباب معروفة، أسباب قد تكون أسباب في العمود الفقري، قد تكون أسباب زي ما قلنا في الجيوب الأنفية، في الأسنان. لذلك أنا وأنا بتكلم على الحلقة دي أنا لازم أتكلم شقين، شق علمي يعني أكلم المريض وأفهمه، وشق طبي يعني أن نوضح شوية بعض الأمراض اللي بتسبب الصداع. بعض الناس يسألني طب ليه حضرتك مختار يا دكتور أمير موضوع الصداع النهاردة؟ موضوع ده أنه بيؤرق بنقول مئات الآلاف من البشر. الإحصائيات العالمية بتقول أن الموضوع ده ما فيش إنسان مر عليه في فترة في حياته إلا وعانى من نوع من أنواع الصداع، يعني كل واحد صدع في حياته مرة اتنين تلاتة حسب نوع الصداع. في ناس أصبح الصداع معهم حاجة مزمنة، يقول لك أنا ما برتاحش إلا لما أخذ الدواء الفلاني والفلان. ويمكن اختياري للصداع لأنه الصداع ده أصاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ورد حديث في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في باب الحجامة، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليافوخ اللي هي أعلى الرأس من هنا منتصف الرأس من الشقيقة. الشقيقة اللي هي الصداع النصفي، صداع بياخد نص الدماغ. طب الحديث ده خلانا نفكر، احتجم، ده دي وسيلة علاجية، رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر، على اليافوخ ده مكان الحجامة، من الشقيقة ده الصداع بتوصيفه انه صداع نصفي ليس صداع عام بيشمل الرأس كلها من الامام والخلف والجناب، لا ده بياخد نصف الرأس. اما نيجي نقول اسباب الصداع، في اسباب بسيطة
يعني وأسباب شديدة. الأسباب البسيطة ممكن واحد عنده خراج تحت درس. كتير مننا يروح يعمل أشعة على السنان، بانوراما على السنان، الدكتور الأسنان يقول له أنت فيه عندك خراج تحت الدرس رقم كذا. الواحد أحيانا يتهاون في علاجه، يقول لك أخذ مضاد حيوي، أنا مش عايز أخلع الدرس، أنا ويبدأ يعني يفتي في العلاج، فالموضوع يزداد لوجود هذا الخراج في الدرس العلوي فيسبب له صداع في مكان ما. يبقى الصداع نتج عن سبب موجود في الأسنان. أو واحد يقول لك أنا عندي ضرس العقل مدفون، ومش مدفون كده طالع، لا ده طالع بالعرض، ده يعمل صداع، يعمل صداع شديد جدا. في آخر يقول لا أنا بقى ما عنديش السنان، ده أنا عندي في فك، عندي زي ما نقول التهاب في مفصل الفك الأيمن يجيب لي صداع في الجانب اليمين، لا عندي التهاب في مفصل الفك الأيسر يجيب لي التهاب صداع في الجانب اليسار. ويمكن ده من الأشياء اللي بنشوفها كتير في هذه الأيام، وهو الصداع الناتج عن خشونة مفصل الفك. كلنا نعرف مفصل الركبة بيحصل فيه خشونة، مفصل الفخذ يحصل فيه خشونة، لكن قليل مننا يعرف ان مفصل الفك ده لما تيجي تاكل تلاقيه بيطق كده، ده ناتج بيحصل فيه خشونة ايضا. ما هو اي مفصل من ضمن المفاصل نتيجة نقول الحركة الكثيرة اللي فيه الناس اللي او نتيجة اصابة، كدمة، خبطة، بوكس، تعمل مشكلة في المفصل نفسه فتعمل خشونة في مفصل الفك تؤدي إلى صداع نصفي. ممكن تكون المشكلة أيضا وجود الجيوب الأنفية. التهاب الجيوب الأنفية عند كثير من الناس، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء، نجد الواحد يقول لك عندي تعب وضغط في الجانبين دول وهنا، ودماغي من هنا، والنوم صعب، وما نام بحس أن دماغي بتترجرج من الداخل كأن مخي ده سايب. ده توصيف لنوع من الصداع الناتج عن الجيوب الأنفية. في واحد بقى عنده مشكلة التهاب في الأذن، يقول لك عندي ألم مش في الودن بس، ده واخد دماغي من هنا. أو ربنا سبحانه وتعالى يبتلي إنسان بالتهاب العصب الخامس. التهاب العصب الخامس دول من الأعصاب المخية اللي موجود في جذع المخ. هذا الالتهاب يؤدي إلى، مش بنقول بس تنميل، ده تنميل وحرقان وموجات كهرباء بتحصل كده في العصب الخامس اللي بيغذي الإحساس للوجه مع الرأس من هنا من فوق الأذن. هذه المنطقة بتتغذى بالعصب الخامس، ودي تعمل حاجة اسمها التهاب العصب الخامس المزمن. كلمة المزمن بتخوف، إنها حاجة بتستمر مع المريض. بعض الناس يقولك لا أنا ما عنديش بقى ألم خالص في الجبهة، ولا أنا عندي ألم بيمسك دماغي من الخلف. اللي بيمسك الدماغ من الخلف ده بيكون التهاب أو خشونة أو إصابة في فقرات العنق العلوية. احنا لو نقسم السبع فقرات بتوع الرقبة كده، العلوية ووسطى وسفلية، لا الفقرات العلوية ليها اتصال مع الرأس من الخلف، دي اللي تعمل بقى يقولك دماغي بتنمل، دماغي من ورا تقيلة، ألم مبرحة، دي مشكلة أخرى، دي من الفقرات الرقبة. ولذلك الألام دي أحيانا مريض يقول لك أنا عندي دماغي صداع مزمن، أنا الدكتور الأعصاب رحت له وقال لي اعمل رنين على المخ، وطلع المخ سليم يا دكتور. طب ما المخ سليم، يا ريت وانت بتعمل رنين على المخ اعمل رنين على فقرات الرقبة كمان، عشان تشوف هل فيها خشونة، فيها التهاب، فيها غضروف قد يكون سبب الصداع ناتج من هذه الغضاريف. طيب ممكن يكون السبب، نقول سبب جسدي، يعني ياخد الجسم ككل. زي ايه بالظبط؟ بنجد هذا موجود فين؟ في ارتفاع الضغط الدم. نجد واحد يقول لك انا عندي نوع من الضغط الدم اللي بيأثر على المنطقتين دول بنسميهم ايه؟ بيقول لك عندي صداع نبضي، كأنه بيعمل بلسيشن كده بتنبض. الصداع بينتش، يقول لك بينتش يعني بيعمل زي ما يكون فيه نبض، ده بيكون ناتج عن الضغط الدم المرتفع. وبنقول في نوع من الصداع تاني أطباء الأعصاب يسموه صداع مجهول السبب، ما حدش يعرف سببه إيه. بعض العلماء بيعزي السبب، يقول إنه عدم ارتواء فروة الراس بشكل
نقول متجانس. يعني ايه؟ منطقة بتاخد ارتواء دموي كويس ومنطقة لا. ودي نشوفها عند ناس بيكونوا عملوا جراحات في الرأس، فما اتفتح وحصل فيه خياطة، وبعد كده من وقت للتاني يبدأ يجيله صداع لان فروة الرأس اصبح ارتواء الدم فيها مش متجانس، يعني اليمين مش زي الشمال، اليمين مش جاي مش قد الشمال. في معانا اتصال. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور، انا اسمه ام منى وعندي 43 سنه. ام منى. اتفضل. حوالي 3 سنين كده. أيوة. كان جالي تعب في القولون جامد، المهم عملت منظار فلقوا شويه قرح بسيطه جدا في القولون. وخدت بعديها البنتازه، كنت باخد البنتازه كمان من قبل ما اعمل المنظار. ايوه. المهم عملت المنظار ده 3 مرات، اخر مره كانت في شهر مارس اللي فات. المنظار كان الحمد لله قال ان مفيش بقى القرح، يعني انتهت خالص بنسبه كبيره جدا، بنسبه اكتر من 90%، واللي باقي حاجات بسيطه قوي قوي قوي، مش هي اللي تعمل لي مغص ولا اللي مثلا تخليني اتعب قوي، لان كنت راحه تعبانه قوي قوي فتره طويله، وخدت علاجات كتير، والبنتازه انا ماشيه عليه مدى الحياه الدكتور قال لي، بس بزود الجرعه لحد 6 مثلا في اليوم لما ببقى تعبانه قوي، لما ببقى الحكايه كويسه ممكن 4 ممكن 2 كده يعني. نعم. المهم ان انا بتصل بحضرتك دلوقتي لان انا عايزه اليوم دي، انا تعبانه والدكتور طالب مني منظار رابع، وانا اخر منظار عاملاه ما كانش فيه الحمد لله فضل الله حاجه. نعم. فتعبانه اللي هو المغص. نعم. فهو قال لي اخر مره ان انا قوليني عصبي قوي، فلما بتوتر او بتعصب او في حاجه انا بيبقى من جوايا مشغوله بحاجه، هي اللي بتخلي بقى عندي المغص دوت المستمر اللي هو بيخليني اخش الحمام بالست مرات في اليوم، وتعب مستمر في بطني، وعلى طول الموضوع ده بيبقى معايا. فقال لي ايه، حاولي تهدي نفسك شويه وتبطلي تفكير شويه وانت ان شاء الله هتظبطي. فعلا ظبطت شويه، وبعدين دلوقتي انا بقى لي اكتر من شهرين نفس التعب ونفس الحاله رجعت تاني، 6 مرات في اليوم حمام، ومغص على طول، ومتالمه جدا، واي حاجه واكله جعانه شبعانه اي حاجه باكلها بتنزل بطني بتعمل لي مغص رهيب حضرتك. نعم. فانا ماشيه على العلاج الكيميائي ما ببطلوش خالص، اللي هو البنتازه، وباخد قبل الاكل بربع ساعه كنت باخد كولستازمين، الدكتور غيره لي بقى اداني كوليبرين. نعم. فكنت عاوزه حاجه تريح بطني كاعشاب او حاجه، احنا جربنا من عند حضرتك الدهان اللي هو جيت فري جوينت فليكس ولا ايه. نعم. جميل جدا جدا. الله. فانا كنت عاوزه اخد من حضرتك وصفه او مثلا حاجه اعشاب اعملها تريح. نعم. الدنيا عندي، لان انا غصب عني بفكر غصب عني. نعم. يعني التوتر يعني ده مش بايدي، انا بقول للدكتور حتى انا الوقت كويسة جدا 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 الايام دي، علشان انا يعني الحمد لله بحاول ان احفظ قران وكده، فانا حاسه ان انا هاديه من جوه. بيقولي لا انت ده العقل الباطن، انت ما تعرفيش، انت هاديه ظاهريا لكن العقل الباطن هو اللي بيخليكي المغص دوت والحاجات دي. نعم. فكنت بس عاوز اخد من حضرتك دلوقتي بعد اذنك وصفه او حاجه. اتفضل. او استشاره حضرتك لو في استشاره يعني. لا حاضر تحت امرك. اتفضل. جزاك الله خير. هو طبعا نشكر اختنا ام منى، هي بتقول الموضوع بتشرحه بطريقه جيده جدا، بنقول تعب القولون التقرحي، وهي قالت اسم الدواء. احنا بنقول من اسهل الاشياء اللي ممكن تريح القولون عشب اسمه بذور القطونه. بذور القطونه، كتير من اخواننا العطارين يفتكروا ان بذور القطونه دي بتستخدم في اقنعه الوجه، يعني خصوصا لما بنوصفها المريض او مريضه يروح للعطار يقول له أنا عايز بذور قطونة علشان الدكتور كاتبها لي للقولون التقرحي، فالعطار يستغرب يقول له لا دي بتستخدم في أقنعة الوجه إنها حاجة من اللي بتبقى بتعالج مشاكل البشرة. نقول لا معلش، كثير من العطارين ما يعرفوش الفوائد كلها للمنتجات العشبية، فبنقول بذور القطونة ملعقة صغيرة بتتنقع في ماء في كوباية مية لمدة 8 ساعات، بتكون مادة تشبه الهلام. الهلام ده يعني ايه؟ يعني يشبه الرجلة الملوخية كده، ويتشرب صبح وبالليل. بنقول ايضا لاختنا ان هي البعد عن الاطعمة الحريفة زي الشطة المسبك المخلل الحادق، وبنقول لها حفظ القرآن فعلا بيحسن الحالة، التسبيح
كثرة الذكر، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بنقول أيضا عمل الحجامة مفيد جدا، معها بنقول نقلل العصبية عن طريق ممارسة الرياضة، لو كل يوم نلعب نصف ساعة تمرينات خفيفة أو المشي، تمارين التنفس اللي بنقولها كتير في كثير من الحلقات، إن الواحد ياخد نفس عميق من الأنف، نطلع النفس من الفم، نعمل ثلاث أنفاس في 8 مرات في اليوم، يعني في المرة الواحدة نتنفس ثلاث أنفاس عميقة، الثمان مرات هيكونوا 5 مع الصلوات وثلاث مرات مع الأكل، يبقى كده تم التمارين التنفس. بنقول الاسترخاء، إن الواحد بقى يسلم أمره لله، يحسن التوكل على الله، يوكل ربنا في كل أمور حياته، يستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى هو المعين وهو الحافظ، يحس بالأمان والاطمئنان، وربنا يشفيك ويعافيك. هناخد اتصال. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتور، معاك محمد من المنيا. اتفضل يا محمد. لو سمحت يا دكتور، عندي خالتي 35 سنة. نعم. عندها مرض جلدي انتشر في جسمها كله من حوالي سنة. راحت لكذا دكتور عندنا في المنيا. نعم. واحد قال لها ده إكزيما، والتاني قال لها ده جرب وحساسية، والتالت قال لها حزاز، والرابع قال لها حزاز. نعم. وبيقولوا لها يعني ان مش عارفين علاج للمرض ده. طيب. هي عبارة عن بقع حمراء بتظهر اعلى من الجسم. نعم. بتظهرش فيها وبعدين تهدى وتبقى بني من الجسم، لكن جسمها كله انتشر فيه اللون ده. حاضر. دوائر بنية كده. طيب نقول لك. يا دكتور هسجل عليك، عندي ماما دايما عندها صداع وعندها الام في المعدة، الدكتور قال لها عندك ميكروب، بس دايما تعبانة منه. طيب احنا الصداع النهاردة موضوع حلقة النهاردة ام محمد، هتراجع الحلقة، موضوع حلقة النهاردة عن الصداع، هتراجع الحلقة هتعرفي بقى الوسائل ازاي العلاج منها، وألام المعدة هنجاوبك عنها حالا بالنسبة لوالدتك. حاضر، ربنا يشفيهم ويعافيهم. اختنا ام محمد بتقول الخالة عندها 35 سنة. طبعا نشكر ام محمد انها مهتمة بخالتها، وبنقول يا ريت يا ريت نكون أواصل الصلة الرحم والاهتمام بالأهل والأقارب والأصحاب يرجع تاني لينا كأمة، أمة كالجسد الواحد، كل واحد يخاف على صاحبه، يخاف على زميله، يخاف على جاره، يخاف على زميله في العمل، ده بيخلي المجتمع متلاحم، عامل زي نقول اليد الواحدة زي القبضة، كل واحد فينا بيشد من أزر الآخر. فنقول لها جزاك الله خير وندعي لها جميعا ربنا يبارك لها بالاهتمامها بخالتها. بنقول لها مرض الإكزيما أو الحزاز من الأمراض بنقول اللي يعني بتتعب دكاترة الجلدية أكتر من المريض، ولكن بفضل الله يوجد الآن بنعمل كريم اسمه كريم البروبليز، ده موجود عندنا في العيادة ورخيص جدا، يعني مش بعمل دعاية وإعلان ليه، فده بندهنه، ده ممكن مكوناته إيه بمنتهى البساطة، بنجيب البروبليز معاه زيت الزيتون اللي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأكلوا منه وادهنوا به، بنضيف إليه بعض العناصر المهمة زي الفيزلين علشان ملطب وملطف للجلد، بنحط عليه الجليسرين، بنحط على الزيت ده شمع العسل، شمع عسل النحل مع البروبليس، وبنحط زيت الصبار بفضل الله، يعني نقول خلال 3 أسابيع من الدهان صباحا ومساء بفضل الله بتتحسن الحالة. بنقول الوالدة اللي عندها صداع إن شاء الله هنكمل النهاردة الصداع ونقول إيه إزاي نعالجه، بس بتقول ألام المعدة، ألام المعدة أهم شيء البعد عن المواد الحريفة والمسبك، نبعد عن الحاجات السكرية عالية عشان دي بتعمل حموضة، نبعد عن الأكل الدسم وطاسه الآلية والناس اللي يعني اللي عمالة تحمر، بنقول لا نبعد عن الكلام ده، وناخد الصبار قطعة صبر في حجم الحمصة على الريق على كوباية مية صباحا لمدة أسبوع بفضل الله تعالج الوالدة. وهناخد فاصل ونرجع لكم إن شاء الله تعالى نكمل الصداع أسباب وعلاج. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا تاني ليكم بفضل من الله وبرحمة
بنقول الصداع عرض وليس مرض. أما نيجي نتكلم عن الصداع كعرض وليس مرض، لازم نعالج السبب قبل ما نعالج العرض. يعني اللي عنده في ضرس وخراج يعالج الخراج، اللي عنده جيوب أنفية يعالج الجيوب الأنفية، اللي ضرس العقل مش طالع لازم نروح لدكتور السنان، اللي عنده عدم ارتواء فترة الراس هنوريكم ازاي نعمل حاجة، اللي عنده صداع نصفي هنعمل الحجامة على يفوخ، وهناخد اتصال ونرجع نكمل العلاجات البديلة التكميلية بفضل من الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتور، معلش يا دكتور أنا متأسفة لأن هوصف لك حالة ابن أختي، بس معلش بعد إذنك. حضرتك مين يا أختي؟ أنا إكرام من كفر الشيخ. إكرام من كفر الشيخ، تفضلي يا أختي. ابن أختي عنده يعني 27 سنة، متجوز يعني بقاله سنتين بس ما خلفش يعني. فالمهم من فترة كده من حوالي كم شهر طلع له حاجة تحت بطه. فراح لدكاترة كتير بقى قعدوا يقولوا له ده في الآخر يعني دكاترة قالوا دي ورم، فمش عارفين هو ورم إيه. أيوه. فحولوه معهد أورام في دمنهور. نعم. فبيعمل هو بقى عشان يعمل العملية على حساب الدولة وكده عشان حالته على قلبه. نعم. فالدكاترة أخرته جامد، وهو عنده بقى معلش يا دكتور بيهرش في جسمه جامد جامد جامد. نعم. فهي ممكن يكون الحاجة اللي في جسمه دي هي سبب الهرش، ولا دي حاجة تانية، ولا أنا قلقانة عليه جامد يا دكتور؟ يعني لسه ما عملش العمليه وبدا يظهر عنده؟ لا لسه والله، وقاعدين ياخروه كل يوم يقولوا بكره بعده، ولسه مش عارفين الورم هيبقى ايه. ادعي له يا دكتور امير بالله عليه. هل بياخد ده؟ لا ندعي له طبعا، الله يشفيه ويعافيه. امين امين. الله يشفيه ويشفي جميع المرضى. امين. ويجازيكي خير انك بتهتمي بابن اختك، يعني ربنا يحفظك يا رب يا دكتور، ويرضى عنك ان انت لاهتمامك بيه. والله ربنا عالم، انا بصلي وادعي ليل ونهار ربنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اللهم امين يا رب ومرضى المسلمين كلهم. اللي بدا يظهر عنده دلوقتي هرش؟ لا بقاله فتره برضو، ممكن مع التعب ده. نعم. يهرش جامد في جسمه، مش عارفه يعني ممكن يكون الهرش ده بسبب الورم ده ولا يكون حاجه تانية. هل بياخد ادويه؟ لا ما بياخدش اي ادويه. الدكاتره طبعا مؤخرينه لما يعملوا له العمليه بياخدوا منها عينه يحللوها وكده. نعم نعم. فبقالهم فترة بقى كل يوم يعني يدوه مواعيده كده ومغلبينه، وبيهرش جامد في جسمه خاس بقى خاس. نعم. فيعني يا دكتور ممكن الهرش ده يكون سببه ايه، ولا حضرتك يكون عندك شك في ايه بالظبط ولا؟ نعم. نسأل الله. طيب يا اختي حاضر نجاوبك بإذن الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. هناخد الاتصال الثاني ونرجع للأخ، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، 27 سنة، يعني نسأل الله ان يرفع عنا هذا البلاء. معانا اتصال. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا دكتور امير. اتفضلي يا حاج. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك؟ الحمد لله. ام اسلام يا دكتور. ام اسلام. منين يا ام اسلام؟ من المنوفيه يا دكتور. اتفضلي يا اختي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور ويكتر من امثالك يا رب. الله يرضى عنك. اتفضلي. وربنا يبارك لنا في قناه الرحمه وكل العاملين عليها يا رب. اللهم امين. اللهم امين. فضل. بعد إذنك كان لي بعض الأسئلة بعد إذنك. تفضلي. السؤال الأول. أولا الأول أنا كنت عايزة أشكر حضرتك على زيت كنوز. نعم. طبعا بعد يعني حاجات كتير جدا استعملتها لشعر بناتي. نعم. وما كانتش في حاجة بتجيب نتيجة خالص يعني. نعم. فالحمد لله جتنا زيت كنوز الحمد لله يعني جايب نتيجة ما شاء الله يعني واضحة جدا من أول أسبوعين استعملناه يعني. الحمد لله. فربنا يجازيك كل خير. ذلك فضل الله. الحمد لله. جزاك الله كل خير. وإياك. السؤال الأول، يعني بنتي عندها 16 سنة وعندها غضروف بسيط، فالدكتور نصحنا يعني تقوية العضلات اللي هي حوالين العمود الفقري. نعم. والعضلات عموما يعني. نعم. فبعد إذنك وصفة كده يعني بعد إذنك. حاضر. التاني سؤال بعد إذنك. فضلي. فروة الرأس فيها هرش. نعم. هرش في فروة الرأس. حاضر. وده يعني بيظهر اكتر في الشتاء. في قشر؟ لا ما فيش. حاضر. ما فيش قشر وما فيش حشرات ومفيش اي حاجه. تمام. في اي اسئله تانية؟ سؤال ثالث بعد اذنك. اتفضلي. هي يعني هي بنتي بيجي لها غازات، الغازات بتطلع يعني معلش بحزق. يعني ما بتطلعش الا بكده. ايوه. ولو ما عرفتش تطلع بترجع تاني في بطنها وتعمل اصوات وكركبه في بطنها وكده. نعم. يعني يا ريت لو بعد اذنك حاجه تمشي عليها على طول على اساس تريح معدتها والقولون وكده يعني. حاضر. جزاك الله عنا كل خير. الله يبارك فيك واياك. طيب
نرجع لسؤال أختنا إكرام. بتقول ابن أختها 27 سنة متزوج لم ينجب من سنتين، نسأل الله أن يرزقه ويرزق كل إنسان بيبحث عن الذرية الصالحة. بتقول ظهر عنده ورم تحت الإبط، دلوقتي بيتابع مع الأطباء في مستشفى دمنهور، لغاية دلوقتي بيعمل فحوص، بدأ أو ظهر عنده هرش في جسمه. بتقول هل ممكن الهرش له هذا السبب ولا لا؟ علماء الجلد أو أمراض الجلدية بيقولوا إن 70% من حالات الهرش بتكون سببها نفسي. الإنسان لما يكون متوتر، حتى إحنا كلنا لما الواحد يبقى قاعد كده ويعني نقول في موقف محرج موقف مقلق، تلاقيه قاعد يهرش في دماغه وقاعد يهرش في جسمه، بيبقى فعل لا شعوري. ما بالك اللي عنده يعني ورم وقاعد قلقان ولسه في مقتبل العمر، ونسأل الله أن يشفيه يا رب، ولسه يعني في مقتبل حياته، فبيبقى عنده القلق. نقول نعالج الموضوع، نعالجه بعلاج السبب، إن احنا نحاول نطمنه، نقول له ما جعل الله من داء إلا وله دواء، وإن الدعاء بيرفع البلاء. اكثر من الدعاء، لأن ربنا بيقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. بنقول له ادعي، وانت يا اخت اكرام والدته والاسره والبلد كلنا ندعي له ونرفع ايدينا لله سبحانه وتعالى بالشفاء. الله سبحانه وتعالى لو تنزلت الطافه بكل المرضى هيشفيهم، ولكن ربنا بيبتليهم علشان يرفع قدرهم عنده ويكتبيهم. فبنقول ممكن يكون الهرش، ونديله حاجه بسيطه جدا، انه يشرب منقوع القرنفل صبح وبالليل. بننقع القرنفل 8 ساعات بالليل نشربه على الريق، وننقعه بالليل نشربه، وممكن ندهن بزيت الزيتون، بفضل الله بيتحسن جدا. هناخد اتصال ونرجع لسؤال اختنا ام اسلام. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاجه، الاسم مين؟ ام مريم. يا دكتور اتفضلي. يا ام مريم الحمد لله. يا دكتور امير، والله احنا بصراحه مبسوطين جدا نشوف حضرتك على الشاشه دايما يا رب، ربنا يبارك في عمرك يا رب. بارك الله فيك يا اختي، اتفضلي. الله يخليك، ربنا يحرمنا منكم ابدا يا رب. اتفضلي يا اختي. سؤال عندي سؤالين يا دكتور. السؤال الاول اتفضلي. السؤال الاول بخصوص، انا عندي ركبتي اليمين فجأة كده نلاقيها مش عارفه نتنيه. الركبه اليمنى تلاقيها ممكن الموضوع يعني شهر شهرين، ممكن نخش في الشهر الثالث وما بناخدش اي حاجه بصراحه يعني. فجأة كده برضو النجاح الالم راح لوحده. وتبقى كويس، وبعدها بفتره نلاقيه راجح ثاني نفس الالم ثاني. الوزن زياده يا اخت مريم؟ زياده شويه. طيب، والسؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي بنتي مريم عندها 7 سنين، كانت عملت اللوز وهي عندها حوالي 4 سنين ونص كده. ايوه. وبعد ما عملت اللوز كان عملنا تحليل وكده، طلع عندها سرعه ترسيب كانت 400 يا دكتور. وبعدين عملنا خرج حقنه وكده، ورجع حد نصحنا دكتور تاني قال لها ما تديش حقن، ادوا اللي هو البديل الحقن اللي هو ليه الحبوب. وادينا الحبوب بحوالي شهرين ثلاثه كده. يعني انتوا عملتوا تحليل الميكروب السبحي؟ طلع موجود؟ 400، كانت 400 اول ما عملناها كانت 400. يعني كان ايجابي. يعني هو قال النتيجه 400 يعني. فخرج حقنه مره وخرج مرتين علبتين حبوب كده، وكل دكتور يقول لي لا، يعني كل دكتور نروح له يقول لي برايي، يعني ينصحني برايي مختلف عن الثاني. فمره نعمل عملت حوالي 4 تحاليل، مره لقى 250، مره 300، ومره 400. يعني بتعلى وتوطى، مش عارفه بقى ايه الموضوع. الدكتور يقول لي لا ده مش روماتيزم، ما تاخدولوش اي حاجه خالص، ده ما عندهاش حاجه وكده. رغم النتيجه دي، طب انا نعمل ايه؟ مش عارفه نديه ايه، نسيبها كده مثلا ياثر عليها لما تكبر ولا لا؟ طيب يا اختي حاضر. وعندي بنتي معاقه الله يبارك لك يا دكتور، عندها 3 سنين ونص. ومعاقه ويعني مش عارفه بصراحه، يعني دايما تعبانه. انا كنت كلمت حضرتك مره عليها قبل كده يعني. مالها بتشكي من ايه بقى احكيلي؟ دايما يا دكتور عندي التهاب في ودنها. هي عندها ضمور ودايما ونايمه يعني على ظهرها، ما بتتحركش وكده، فما بتتحكمش حتى انها تحط حاجه بوقها خالص وكده، ما بتتحكمش يعني اي شيء خالص في اعضائها. الله يشفيها ويعافيها يا رب. يا رب. وهي دايما تعيط وتعبانه،
نعم. وعندها دايما ودانها تقليم، هنروح للدكتور يقول لي ده التهابات في ودانها، يعني دايما التهابات دي ما بتروحش، واحتقان في مناخيرها، عندها كاتمه في مناخيرها جامده كده. نعم. رغم ان احنا ما بنطلعش فيها، يعني بنشقى وكده، اذا راح للدكتور بيها بس وكده يعني. نعم. فمش عارفه الموضوع ده، ودايما ندي نقط للودان وندي المناخير و... نعم. واحيانا الموضوع ده بيعمل ملان، انا كان عندي اطفال زيها قبل كده، فالموضوع ده كان بيعمل معاهم مناعه، وكانت معدتهم بتتدمر من كتر الادويه. نعم. فانا خايفه يعني اختها اخواتها اللي قبل كده توفوا يحصل معاها هي نفس المشكله، وندوخ بعد كده انا بمعدتي من كتر الادويه. ان شاء الله نقول لك تعملي لها ايه. حاضر، الله يشفيها ويعافيها. ربنا يجزيك خير يا رب. طب عايزين نعرف ان شاء الله الحلقه هتتذاع امتى. الحلقه تتذاع يوم الاثنين ده، اخر معلومات يعني الاستاذ معتز المخرج اهو. الحلقه هتتذاع امتى يا استاذ معتز؟ الاثنين من المغرب للعيشه يا حاج. يوم الاثنين من المغرب للعيشة ان شاء الله تعالى. طيب احنا بنجاوب على السؤالين اللي فاضلين او الاختين اللي سالوا، ونرجع لموضوعنا نختم بيه الحلقه، لان وقت البرنامج بيجري والاسئله كتير، وزي ما شفنا جميعا يعني الاخوات هم بيحكوا حالات المرضية اللي عند اولادهم، حقيقه المريض نقول في حاله ابتلاء للاسره. يعني أختنا بتتكلم عندها بنت 3.5 سنين معاق، بتتكلم عن البنت 7 سنين وعندها التهابات اللوز وشالتها وبتاخد حقن للروماتيزم، وقالوا لها لا مش روماتيزم، اللي عندها ركبتها. نقول الابتلاءات كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر كل مبتلى ويشفي ويعافي. ونتذكر نحن جميعا وإحنا بنسمع نقول معاناة الناس، واحدة بتشتكي واحدة بتشتكي، بنقول في آلاف غيرهم عندهم مشاكل كثيرة لا يستطيعوا ان هم يعني يتصلوا، نقول لا ننساهم من صالح دعائنا. يا ريت دلوقتي كلنا واحنا جالسين نشوف الحلقة نقول اللهم اشفي، اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم تجاوز، اللهم يعني اعفو، يعني ارزقهم العفو والعافية يا رب العالمين. وإيان أما نيجي نقول سؤال أختنا أم إسلام، بتقول السؤال الأول، هي سألت 3 أسئلة. الأول بتقول البنت عندها 16 سنة وعندها غضروف في الظهر، غضروف بسيط، الدكتور ربنا يجازيه خير ولازم أدعي له أن هو إداهم الحل، ما لهمش بقى تعالوا جراحة وتعالوا ولبسوا حزام لا، وإداهم الحل البسيط اللي يناسب السن، أن كل سن له علاج مناسب ليه. أختنا هنا قال لها تقوية عضلات الظهر، فهي بتسأل بتقول أقوى عضلات الظهر إزاي؟ أي دكتور علاج طبيعي، دكتورة علاج طبيعي تروحوا لها يا أم إسلام هتعلمكوا عشرات من التمارين، بس هو المهم بقى مش نتعلم التمرين، المهم نيجي نعمل جدول كده ونكتب فيه صباحا ومساء ونعلقه جنب السرير. أما تصحى بنتك ربنا يبارك في عمرها من النوم تبص على الجدول، انا هعمل التمارين النهارده، التمرين الاولاني هنام على البطن وارفع راسي، ده تمرين للظهر، هنام على ظهري واتني ركبي وارفع الحوض، ده التمرين الثاني، هعمل 10 تمارين بس كل تمرين 10 عدات، وبعد ما اخلص التمارين تروح جايه عامله علامه صح على يوم السبت صباح، وتيجي بالليل قبل ما تنام بساعه ساعتين تعمل التمرينات مره ثانيه، وتروح معلمه العلامه. أنا ليه بقول العلامة والجدول؟ علشان بننسى كتير مننا يعمل التمرين مرة وبعديها بثلاث أربع أيام يعمل مرة تاني، وما يجي حد يسأله يقولك والله بعمل، هو صادق بس ما بيعملش بانتظام، مش في اليوم مرتين، ده في غضروف في الظهر مهما كان بسيط. اوعى إن احنا كلمة بسيط دي تخدعنا، لا احنا لازم ناخد الموضوع باهتمام وبجد ونعمل التمرينات، ودي بقول لابد، ما فيش واحد عايزه بيتفرج عليا دلوقتي لازم يبقى لك تمارين في اليوم. اوعوا الحياة الركون والدعة والكسل ده هو ده اللي بيتعب. لو مش قادر تعمل اي تمرين امشي اتحرك نص ساعة كده، مشي نفسك، اشتغل شوية، هات ازازتين مية اقعد اعمل تمارين، حط كيس رز على رجلك فيه كيلو ارفع ونزل وانت قاعد تتفرج على التلفزيون، قوم اتمشى في الصالة، قوم حرك رجلك، التمارين دي هتنشط الدورة الدموية، هتقوي العضلات، هتقوي العظام، لكنك تبقى قاعد كده بنسموها بقى الحياة الاسترخاء والدعة، لا دي مش مفيدة لحياتنا. بنقول مع الحجامة ممكن نعمل لأختنا مع التمارين نعمل الحجامة، وممكن ندهن بعض الكريمات المفيدة
زي كريم جوينت فليكس او ندهن زيت الزيتون وزيت النعناع مرتين في اليوم يجيب نتيجه كويسه. بتقول فروه الراس فيها هرش في الشتاء، بنعمل حاجه غسول من ثلاث عناصر، بنجيب القرنفل والعرقسوس، ويا ريت نكتب الحاجات دي عشان ما قرنفل عرقسوس لبان ذكر، نغلي نعمل معلقه صغيره من كل صنف منهم، يتغلوا مع لتر ميه وتصفوا وتعبوا في ازاز. اللي عنده بيجيله هرش وحكه في المكان بيعمل غسول لشعره ويسيبه كده 15 دقيقه وبعدين يروح غسله بالشامبو، بفضل الله هيروح الهرش تماما. بتقول برضو ام اسلام البنت عندها غازات بس بتحتاج مجهود، يعني باسلوبها بتقول بتحزق عشان تخرج الغازات. بنقول ده بتحزق يعني عضلات البطن ضعيفه، لازم نقوي عضلات البطن، وده يمكن لو هي نفس البنت اللي عندها الغضروف يبقى ما نعمل تمرينات الظهر، لازم نعمل تمرينات للبطن. بنقول تقويه العضلات مهمه، وبندي مغلي الشيح بعد كل وجبه بفضل الله بيضيع الغازات. اختنا ام مريم بتقول الركبه اللي عندها اليمين بيبقى كل شويه تفلت منها، يعني ما فيش ثبات فيها، هو طبعا نسال الله ان ما بقاش غضروف الركبه فيه قطع ولا شيء، ولكن نقول لها محتاجه برضو تمرينات تقوي عضلات الفخذ ووزنك يقل. يمكن انا سالتها الوزن زائد؟ قالت لي نعم، يبقى هنا نقلل الوزن لان الحمل اللي واقع على الركبه حمل زياده ما ينفعش. اختنا بتقول برضو عندها مريم بنتها 7 سنين عندها اللوز، عملت العملية من 4 سنين ونص أو عملتها وسنها 4 سنين ونص، ولكن لازال الدكاترة محتارين هل عندها حمى روماتيزمية ولا مفيش، تاخد الحقنة تاخد الإقراص. بنقول لها لو اهتمينا بالمناعة ونحلل تحليل بنسميه تحليل اللي بيورينا الميكروب السبح، لو لقيناه موجود ناخد العلاج معنا، احنا مش نقول عنتريات لا مش عايزين الدواء، لا ناخد الدواء طالما مضطرين، ولكن لو لقينا الميكروب مش موجود ونسبته في الطبيعي نقول نقوي المناعة عن طريق معلقة الحبة السوداء في اليوم الطفل يأكلها، ومعلقة عسل الصبح وبالليل على كوباية مية، الاهتمام بالخضروات والعصائر الطبيعية بدون سكر، دي كلها بترفع المناعة. بتقول برضو عندها بنت تانية معاقة 3 سنين ونص التهاب في الأذن، وتاخد نقط وتاخد مضادات حيوية خايفة عليها. أنا بقول لها طبيعي لازم نخاف عليها، إن اللي نايمة قاعدة دي اللي ما بتتحركش ممكن معرضة للإصابة بأشياء كثيرة، نهتم بالمناعة بتاعتها، نديها منقوع التمر منقوع التين منقوع الزبيب، نسقيها مية بعسل صبح وبالليل، زبادي معجنين القمح، سمك نعمل لها السمك المسلوق، نديها السلطة عصائر طبيعية، كل ده بيرفع من مناعة الجسم ويخلي الجسم في حالة قوية. نرجع نختم بقى ان الحلقة الوقت جري بسرعة شديدة. بنقول طب علاج الصداع ايه اللي هو غير معلوم السبب؟ بنقول بنعمل تدليك لفروة الراس، بنعمل تحريك للشعر، ده طبعا حد بيعملهن، يعني الزوج يعمله لزوجته او العكس، او الابن يعمله لوالده والابنة تعمل لوالدتها، ده بيحسن ارتواء الفروة بتاعت الرأس. بنعمل الحجامة على اليافوخ وعلى الكاهل للصداع النصفي. ممكن نعمل العلاج الجيوب الأنفية، بنكون عن طريق نقط خاصة من البابونج ومن الشيح، أو بنعمل الإبر الصينية على الجيوب الأنفية بتحسنها جدا. لو كانت المشكلة في النظر نلبس نظارة، ما عندناش مشكلة، النظارات مفيدة وصحية. بنقول واهم شيء واحنا بنعالج الصداع ان احنا لا نسرف في الادويه المسكنه، نحاول ندور على وسيله سهله بسيطه طبيعيه. ويمكن من الحالات يعني اللي نقولها، كان في اخ هو استاذ طبيب، يعني استاذ في كليه الطب، كان من اشد الناس عنادا للحجابه، كان على طول معارضني على طول الخط، وانا مش بذكر اسمه عشان هو حبيبي الان، يعني كان يشوفني في أي موقف بتكلم الحجامة يقول لي يا أخي هترجعنا للعصور الوسطى، هتخلي الرجل هذا يشاء الملك سبحانه وتعالى أن يبتليه بالصداع النصفي، يعني جاله الشقيق. ففي لقاء بيني وبينه قلت له تصور الشقيقة اللي عندك اللي أنت بتشتكي منها دي، الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم على اليافوخ منها، فهو كان وصل لدرجة من الصداع اللي ما كانش بينام الليل،
فقال لي طب اعملها لي ولو ما جابتش معايا والله انا يعني يبقى انا كده جربت ان انتوا بتضحكوا على الناس. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان نعمل له الحجامه على اليافوخ على هذه المنطقه وعلى الكاهل. نقطتين اتنين وانا بعملها عمال اسال ربنا يا رب اجري الشفاء على يدي، خلي الراجل ده يخف علشان كان من اشد المعاندين لسنه الحجامه. واذا به الاقيه الساعه 12 بالليل، انا طبيعي بنام بدري، لقيته بيتصل بيا يا دكتور امير انا مش عارف اقول لك هذه الوسيله الحجامه وسيله معجزه لقد شفاني الله منها بعد ما عملتها. بيقول لي الاول مره استطعت ان انام 4 ساعات ورا بعض، يعني الراجل عمل الحجامه انا بعمل العياده بتتفتح بدري فعملتها له حدود الساعه 4 كده العصر. بيقول روحت نمت نوم كما لو كنت ما نمتش عمري. سبحان الله العظيم، نقول هذا من بركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع ده تحديدا كنا في مؤتمر الإبر الصينية في أبو ظبي الشهر الماضي، الوضع ده أجمع عليه علماء الإبر الصينية الغير مسلمين ما عرفوش حاجة عن الإسلام، أجمعوا إن هذا الموضع بيسمى الاثنى عشر عشرين نقطة كده في الإبر الصينية، قالوا إن دي أفضل نقطة على الإطلاق لعلاج الصداع في الرأس سواء صداع نصفي أو صداع معروف السبب. فنقول هنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مين اللي وصف للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يحتجم على هذا المكان؟ الذي وصف هو المولى سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أرشد النبي على هذه الوسيلة. فنقول سبحان الذي خلق الداء وخلق الدواء وجعل لكل داء دواء. أحبائي في الله، ونحن نختتم بالكلام وبحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعنا إلا أن نشكر الله عز وجل أن أتاح لنا الفرصة إن احنا نتكلم ونذكر الله ونذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونذكر إخواننا جميعا بالدعاء لكل مريض. اللهم اشف كل مريض واعف عن كل مبتلى، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطب سلام وأمان، بالطب تعيش الأبدان، والطب دواء وشفاء، بالطب يزيد الإيمان، بالطب يزيد الإيمان. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.